السلام عليكم ورحمة الله. غادي نديرو إن شاء الله الجرامير الوحدة الأولى الأسبوع الثالث صفحة رقم 26. لوبجيكتيف هدف الدرس savoir identifier et utiliser نتعرفو ونستعملو لو غروب نومينال سوجي اي لو غروب فيربال. عنوان درس لو غروب نومينال سوجي اي لو غروب فيربال الحصة الأولى. لو غروب نومينال سوجي شنو كنقصدو به؟ كنقصدو به الفاعل وهذوك الاسماء اللي كيكونوا قبل منه او من بعد منه كيشكلوا لنا واحد المجموعه ديال الكلمات كيتسمى لو غروب نومينال سوجي. لو غروب فيربال شنو كنقصدوا به؟ كنقصدوا به الفعل زائد هذوك الكلمات اللي كيكونوا من بعد منه كيتسمى غروب فيربال. هادشي هذا غادي نشوفوه في الدرس ان شاء الله. سو كو جو سي ما اعرف. لا بروميير كيستيون رقم واحد سوليني لي سويت دو مو كي سون دي فراز. يعني نسطرو سوليني نسطرو على لا سويت دو مو متتاليه الكلمات او الكلمات المتتاليه المتتابعه كي سون دي فراز اللي هما كيشكلوا لنا جمل جمل مفيده. نبداو هنايا نقراوهم. طابي يعني زربيه او زرابي فرير اخ دام سيده لا اشيت تشتريها. حيت كنلاحظوا بان هذه ما عندهاش معنى غير هي كلمات حاطين وحده حتى وحده ولكن ما عندهاش معنى. ندوزو للكلمات الثانيين. عندي لو بابا الاب بريبار يعد لو تي شاي دوفون لي انفيتي امام الضيوف او المدعوين. اذا هذه كنلاحظ بان عندها معنى لو بابا بريبار لو تي دوفون لي انفيتي يعني الاب كيحضر او يعد الشاي امام الضيوف او امام المدعوين. نشوفوا الثالثه لي طابي سون في افيك دو لا غروس لين يعني الزرابي سون في مصنوعين افيك دو لا غروس لين من الصوف الغليظ من الصوف الغليظ. اذا حتى هذه كنلاحظوا بانها عندها معنى هادي لا يعني هادي ماشي جمله هادي اون فراز وهادي حتى هي اون فراز. اذا غادي نسطر على هادي ونسطر على هادي. والثانيه لي طابي سون في افيك دو لا غروس لين. Je réfléchis et je manipule. عندي واحد الجمل غادي نقراوهم. L'artisan, الصانع التقليدي, tisse des tapis, ينسج زرابي. La phrase B, la dame achète un tapis pour son frère. يعني la dame السيدة تشتري زربية لأخيها pour son frère. La deuxième question. Qui tisse des tapis? يعني من ينسج الزرابي؟ Complète أتميم. إذن عندنا l'artisan tisse des tapis. Qui tisse des tapis? C'est l'artisan qui tisse des tapis. يعني الصانع التقليدي هو الذي ينسج الزرابي. إذن هنا الجواب هو c'est l'artisan. C'est l'artisan. هو صانع تقليدي. إذن هاد الارتيزون هادي ديزيني لا بيرسون يعني كتحدد لنا الشخص كي في كلكو شوز اللي دار شي حاجه يعني اللي قام بالفعل. شكون اللي قام بهذا الفعل؟ هذا الفعل هو تيس. شكون اللي نسج؟ الصانع التقليدي هو اللي نسج. كي في كلكو شوز سي ان غروب نومينال سوجي كنسميو هاد لارتيزون هذا كنسميوه ان غروب نومينال سوجي اللي هو الفاعل هو الذي قام بالفعل. اذا كنسميوه ان غروب نومينال سوجي. لا ثوازيام كيسيون سوليني دون لا فراز ا. لا فراز ا هادي لو غروب نومينال سوجي اون بلو اي سو كي ريست اون فير. اذا عرفنا بان هاد لارتيزون هادي هي لو غروب نومينال سوجي. غادي نسطرو عليها بالازرق يعني سوليني دون لا فراز ا لو غروب نومينال سوجي اون بلو. غادي نسطرو على لو غروب نومينال سوجي بالازرق
اي سو كي ريست اون فيغ، وداك الشيء اللي بقى بالاخضر. اذا هنايا لارتيزون غادي نديروها اون بلو، هي لو غروب نومينال سوجي، وداك الشيء اللي بقى لنا بالاخضر تيس دي تابي بالاخضر. إذن هاد المجموعة ديال الكلمات اللي بقات لنا كتسمى لو غروب فيربال، يعني لو فيرب زائد اللي الكلمات اللي من بعد منه كيتسمى ان غروب فيربال. هذا اللي قبل من لو فيرب كيتسمى ان غروب نومينال سوجي. لو غروب فيربال اون فير، هذا لو غروب فيربال اون فير اي كونستيتيي دان، منين مكون هاد لو غروب فيربال؟ مكون من لو فيرب زائد الكلمات اللي من موراه، اي كونسيسي دان فيرب اي دوطخ مو، وكلمات اخرى اللي كتجي من موراه. اذا دان فيرب، اذا غادي نكتبو دان فيرب اي دوطخ مو. دون لا فراز بي، لا فراز بي هي هادي، لا دام اشيت ان طابي بور سون فرير. دون لا فراز بي سيبار، يعني نفرقو دان تري، نفرقو بواحد الخط le groupe nominal sujet et le groupe verbal. Dans la phrase B, on dit la dame achète un tapis pour son frère. Le verbe ou hada achète. شكون اللي قام بالفعل؟ شكون اللي كيشري؟ C'est la dame. Donc la dame c'est هي الفاعل. C'est le groupe nominal sujet. Donc هادي غادي احنا فرقنا le groupe nominal sujet. هذا c'est un groupe nominal sujet. وهذا الشيء اللي بقى لو فيرب مع داك الشيء اللي بقى، هذا ان غروب فيربال، كيتسمى ان غروب فيربال. سيبار دان تري لو غروب نومينال سوجي اي لو غروب فيربال، حنايا فرقناهم. نقدروا نقولوا شي مرات كنرمزوا لو غروب نومينال سوجي كنديروا له جي ان اس غروب، يعني هاد جي كترمز للغروب، ان نومينال اس سوجي، وهذا لو غروب فيربال كنديروا له جي في غروب فيربال. دابا غادي ندوزو سو كو جو سي. سو كو جو سي كومبليت لا ريغل اي اكري ان اكزومبل، اتمم القاعده واكتب مثال. غادي نكملوا القاعده ونكتبوا مثال. لا فراز، القاعده هي هذه، لا فراز سامبل اي كونستيتيي de deux groupes، يعني الجملة البسيطة مكونة من مجموعتين، de deux groupes. إذن كيف ما شفنا فيها جوج ديال المجموعات، le groupe nominal sujet et le groupe verbal. le groupe، إذن باش مبدينا أولا نبداو بلو groupe nominal sujet. groupe nominal sujet et le groupe verbal. فيها الجملة كتكون من جوج ديال المجموعات. et le groupe verbal. دابا هنا غادي نعطيو اكزومبل، غادي نعطيو مثال. ممكن نقولو le petit garçon، le petit le petit garçon هذا le groupe nominal sujet. M هذا c'est le verbe، وهذا الشيء اللي غادي يجي من بعد لو فيرب كامل، هذا لو فيرب بلس داكشي اللي كيجي من بعد منه كيتسمى groupe verbal. M son pays، يعني الطفل الصغير كيبغي البلد ديالو. اذا هذا لو بوتي غارسون كامله، هذا سي لو غروب نومينال سوجي. ام سون بي، هذا سي لو غروب فيربال. كنرمزو له جي ان اس غروب نومينال سوجي، هذا جي في غروب فيربال. دابا جو فيريفي مي زاكي، اقوم مكتسباتي او تعلماتي.
relis pour former des phrases. Et dans ça, نربط الكلمات اللي عندنا هنايا مع اللي مع عندي اللي عندي هنايا باش نكون جمل. اذا هنايا عندي لو جروب نومينال سوجي اللي هنا لو جروب نومينال سوجي وهذا لو جروب فيربال. غادي نربط كل جروب نومينال سوجي مع لو جروب فيربال اللي كيجي معاه غولي بور فورمي دي فراز. يعني غادي نربط باش نكون جمل. عندي هنا لي زارتيزون يعني الصناع التقليديين les marocains le magharibe les tapis ndina couvre aussi le sol des riches maisons qui tayou aidan l'ardiya ديال المنازل ديال الناس الاثرياء او الاغنياء tisse des tapis en pure laine qui nsjou des tapis zarabi men souf khales utilise beaucoup les tapis qui s'emlo katiran el zarabi. إذن غادي نقولوا بأن لي ماروكان يوتيليز بوكو لي تابي يعني كيستعملوا المغاربة يستعملون كثيرا الزرابي. و عندي هنا لي زارتيزون تيس دي تابي اون بور لين صناع تقليديين ينسجون زرابي من الصوف الخالص. les artisans tissent des tapis en pure laine. وبقات ليا les tapis couvrent aussi le sol des riches maisons. les tapis يعني الزرابي كيغطيو لنا ايضا الارضيه ديال المنازل ديال الناس الاثرياء او الاغنياء. les tapis couvrent هكذا كنكونوا سالينا الصفحه سالينا السؤال السادس. غادي ندوزو للسؤال السابع لا كيسيون نيميرو 7. سيبار دان تري لو غروب نومينال سوجي اي لو غروب فيربال. يعني غادي نفرقوا بواحد الخط لو غروب نومينال سوجي مع لو غروب فيربال. غادي نفرقوهم بخط. لو مارشون دو تابي بائع زرابي ouvre son magasin le matin. كيفتح المحل ديالو الصباح اذا عندي لو فيرب شنو هو ouvre. دائما كنقلب على لو فيرب هو الاول. لو فيرب هو ouvre. دونك هنايا عندي ouvre son magasin le matin هذا سي لو غروب فيربال. شكون اللي قام بالفعل؟ شكون اللي كيفتح المغازان ديالو في الصباح؟ لو مارشون دو تابي هو لو غروب نومينال سوجي. إذن هنايا كنفرق ما بيناتهم. لو مارشون دو تابي عند هنا هذا سي ان غروب نومينال سوجي اوفر سون ماغازان لو ماتان هذا سي ان غروب فيربال. ندوزو للجمله الثانيه. لي كليون اريف طون. لي كليون اريف طون دائما نقلب على لو فيرب. لو فيرب اريف. إذن هادشي اللي من بعد اريف مع داكشي اللي من بعد منه هذا غروب فيربال. اللي قبل من لو فيرب يعني اللي قام بالفعل لي كليون اريف طون يعني الزبناء جاو بكري. شكون اللي جا بكري؟ لي كليون الزبناء. اذا هاد لي كليون هادي سي لو غروب نومينال سوجي اريف طو هذا لو غروب فيربال. اذا بالنسبه لو غروب نومينال سوجي يقدر يجينا كلمه واحده يقدر يجينا مجموعه ديال الكلمات بزاف ديال الكلمات ماشي ضروري انه يكون غير كلمه واحده ولكن كيكون ان غروب نومينال سوجي فيه يقدر يكون فيه بزاف ديال الكلمات. لومبلوي ديرول لي تابي. المستخدم او العامل ديرول يعني كيطلق ولا كيسرح لي تابي الزرابي كيطلق لي تابي هما كيكونوا مجموعين وهو كيسرحهم. إذن هنايا عندي لو فيرب سي ديرول. لو فيرب هو ديرول. إذن هاد ديرول لي تابي كامله سي ان غروب فيربال. هنايا لومبلوي هو اللي كيقوم بالفعل سي لو غروب نومينال سوجي. ديرول لي تابي هذا لو غروب فيربال. اخر جمله لي كليون شوازيس لي بلو جولي.
الزبناء كيختاروا الاكثر جمالا او اللي زوينين اكثر. شوازيس هذا لو فيرب، اذا شوازيس لي بلو جولي هذا سي لو غروب فيربال. اللي قام بالفعل شكون اللي كيختار؟ لي كليون، هما الزبناء، هو لو غروب نومينال سوجي، هو لي كليون هما سي لو غروب نومينال سوجي. شوازيس لي بلو جولي هذا سي لو غروب فيربال. La question numéro 8, écris une phrase, n'ktubu jumla, avec un groupe nominal sujet et un groupe verbal. N'ktubu jumla, had el jumla hadi mukawana btabi'at el hal min groupe nominal sujet et un groupe verbal. Idan ghadi n'ktubu wahed el mithal faqat, mathalan nqdru nqulu maman. Maman achète. Un joli tapis. Point. Donc, il y a dit, maman, c'est le groupe nominal sujet. Achète un joli tapis, c'est le groupe verbal. Maman, c'est le groupe nominal sujet. Achète un joli tapis, c'est un groupe verbal. Ça fait que nous avons fait la grammaire. إلى الحصة المقبلة إن شاء الله ما تنسوش تشاركوا في القناة باش يوصلكم الدروس المقبلة.